السلام عليكم أستاذ. هادشي اللي كتب الله، انا كنت في الخدمه جاي عند وليداتي، دويت معاهم في التليفون وكل شيء. الدريه كانت في الحمام، الدري كان كيلعب شويه، تيقول لي اجي مع شنو هادشي، ما عرفتش العافيه شنو هي. الدري ولدي عنده 4 سنين صغير، ملي جات اختو كتجري بانت لها العافيه، تخلعت ما عرفت ما دير، بغات تطفيها، تحرقت من يديها، جات سدت باب ديال البيت، مشات الكوزينه سدتها، ما كتعرف والو، كتغوت الجيران، هبطوا كيتجراو، هبطوا ليا ولادي، بغاو يلحقوا المكانه ديال الضو، ما عرفوش فين كاينه، قهروا من الدخان، حيت بواحد عيني شعلت بواحد السرعه بزاف، بالزربه الزربه شعلت، وانا عيطوا ليا قالك جيرا ولادك تيتحرقوا، جيت كنجري. هادشي اللي لقيت، انا ما عرفتش هادشي، تما مأساه كبيره، الدار كلها مشات، كلشي حويجاتي حويجات ولادي، هانتوما كتشوفوا كلشي قدامكم. واحد الشقه ديال واحد السيده والناس اللي قسم الله شي حاجه جابنا من حويجات من مانط من هذاك الشيء، ما عرفش دابا انا والدوجه وجا دار مي طفا، ودابا يلا باغا نمشي نشوف عندهم التقرير وداك الشيء. ملي جيت نشوف انا كنقلب، لقيت كاع البريزات مفرقعين، الديجونكتور مفرقع، لقيت يعني انا كنقول الدو الله اعلم، حيت انا ولادي ما كيمشيو حتى شي حاجه، ما عارفين والو، يعني في ظرف جا نقول لك ما كاينش حتى 10 دقائق باش قطعت معاهم التليفون، حتى كيعيطوا لي الجيران تيقول لي عتقي راه الدار تتحرق، وليت كنجي كنجري كنقول ولادي ولادي ولادي، ما بقيت كنشوف حتى شي حاجه، كيبان لي العوافي خارجه من الشراجم، كنقول مع تقوع البوطات العلق بالجيران، خفت على الناس، ومن هذا المنبر كنقول الجيران سمحوا لي هادشي راه كتب الله، ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي كتب الله. وانا غادي نقول لك كلشي قدامكم، الموجود ما كاينش، اللي بغى يتساعد معايا مرحبا، يجي يصلحوا لي، اللي جاب لي الله يقسم الله مرحبا، انا ما كنطلب حتى شي حاجه، ديروني اختكم وكلشي قدامكم، انا وليداتي ووالدي راه حنا باركنا عند الناس. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.